إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، طبعا إحنا بدأنا في الفصل الأول وهو استخدام النماذج الاقتصادية في حل المشاكل الاقتصادية، وقطعنا شوط في المحاضرة، فهبدأ إن شاء الله أكمل من حيث وقفنا، وده طبعا مع المجموعة الثانية، وأعتقد تقريبا إن إحنا كنا واقفين. كنا متقفنا هنا، بدأنا في عناصر النموذج الاقتصادي وتوقفنا عند العلاقات الدالية. هنا من ضمن العلاقات الدالية طبعا قال لي فيها نوعين، لما فيها تنقسم إلى قسمين، منها علاقات تتابعية وعلاقات دائرية. علاقات الدائرية قال لي بكل متغير في سبب ونتيجة في نفس الوقت. العلاقات الدائرية احنا المفروض العلاقة سببية، يعني متغير بيكون بيأثر في متغير آخر، في متغير بيتسبب في تغير المتغير الآخر. هذه العلاقة السببية ممكن تكون دائرية، يعني المتغير يبقى سبب ونتيجة في نفس الوقت، يعني يأثر وبيتأثر بنفس المتغير. فمنها مثلا في النموذج الكينزي إن الإنتاج بيتوقف على الطلب على الاستهلاك أو على السلع الاستهلاكية، وأيضا الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار، في حين إن الطلب على السلع الاستهلاكية أيضا بيتوقف على الدخل اللي هو بدوره بيبقى جاي من الإنتاج. إذا الإنتاج بيأثر في الاستهلاك والاستهلاك بيأثر في الإنتاج. هذا مفهوم العلاقة الدائرية. هنا هي علاقة دائرية، أنا هو أداة الإنتاج هو بيحقق الدخل، والدخل بيحقق الاستهلاك، والاستهلاك ده بيمثل طلب على الإنتاج، فيزيد الإنتاج، ولما يزيد الإنتاج وبيعه يبقى بيحقق دخل، وهكذا. العلاقة إيه؟ واخدة شكل دائري لا تنقطع. هنا طبعا بين لي إن اتجاه الأسهم هو بيبين اتجاه العلاقة، اتجاه السبب. الأسهم بيبين السبب، فهنا معناها ان الاستهلاك هو اللي بيأثر في الانتاج، هنا الانتاج هو اللي بيأثر في الدخل، هنا الدخل هو اللي بيأثر في الاستهلاك، وهكذا. هنا الاسهم بتشير الى العلاقة او تحديد اتجاه السببية. طبعا بيقول لي في النموذج الكينزي ما بيبانش طبعا مسألة العلاقات الدائرية دي ومين السبب ومين النتيجة، لان النموذج بيبقى نموذج ساكن وبتحل معادلاته مرة واحدة، فعشان كده ما بتبانش مثل هذه التفاصيل. إذن مسألة بقى اختفاء العلاقة الدائرية دي وعدم ظهورها في النموذج، إن بيقول لي إن هو تجاهل عنصر الزمن في الحسبان. النموذج طبعا نموذج ساكن ما لا يأخذ الزمن في حساباته، وبالتالي ما بتظهرش هذه العلاقة. لكن لو احنا خدنا الزمن في الحسبان فتظهر بقى ان يبقى النموذج هنا نموذج ديناميكي، نموذج متحرك غير ساكن، وهنا ممكن يظهر فيه العلاقة السببية بوضوح. وهنضرب هنا مثال اهو، تعالى نشوف خدنا الزمن في الحسبان ايه اللي هيحصل. بيقول لي ان الاستهلاك في الفترة الاستهلاك هو في الفترة نون اللي بيعتمد على الاستهلاك في الدخل في الفترة السابقة اللي هي ناقص واحد، وأيضا بيؤدي أو بيولد أو بيسبب زيادة الدخل في الفترة اللاحقة. والدخل في الفترة اللاحقة هو اللي بيؤدي إلى الدخل في الفترة التانية، وهكذا. فهنا بيبين أهو، بيقول لي إن الاستهلاك في الفترة نون لا يتأثر بالدخل في الفترة نون، الفترة الدخل نفسها لأ، انما بالدخل في الفتره اللي قبلها اللي هي نون ناقص واحد، كما ان الانتاج في الفتره نون زائد واحد سوف يتغير ليتلائم مع مستوى الاستهلاك والاستثمار في الفتره
الحالية، وهذا يؤثر في الأخير في الإنتاج في الفترة التالية اللي هي فترة نون زائد واحد. الفترة نون زائد واحد دي هي برضو كمان بتأثر في الفترة التالية لها اللي هي نون زائد اتنين، ونون زائد اتنين تأثر في نون زائد تلاتة، وهكذا تبدأ العملية. هنا لما دخلنا عنصر الزمن بقى باين فيه ايه اللي بيأثر في مين، ومين اللي جاي قبل مين، ومين السبب ومين النتيجة. لكن لما خدناش عنصر السبب بيبقى جاي هنا استهلاك ورا منه دخل وخلاص، لكنه والدخل وراه منه استهلاك، لكن مش باين اي دخل واي، لا في فرق ان عندي الاستهلاك الحالي لا يتأثر بالدخل الحالي، انما يتأثر بالدخل السابق، وهكذا الدخل الحالي بيؤثر في الدخل التالي، وهكذا. هنا ده دور عنصر الزمن في النموذج. واللي مما سبق يمكن القول ان العلاقة بين المتغيرات النموذج بتأخذ نمطين، النمط الاول هو العلاقات الدائرية، والنمط الثاني هو العلاقات التتابعية. النموذج اللي بيمثل النوع الاول من العلاقات هو بيسموه نموذج المعادلات الآنية، نموذج المعادلات الآنية لان كنا بناخدها في الاعدادي. اما النموذج طبعا التتابعي، النموذج اللي بياخد العلاقات التتابعية بنسميه نموذج تتابعي من اسمه من نوع العلاقات. وفي هذا النموذج التتابعي الآني او المعادلات الآنية لما اجي احله بيتحل في آن واحد، يعني سميت معادلات آنية ليه؟ لانه لما اجي احل واطلع المتغيرات الداخلية لابد يتحل كل المعادلات او كل معادلات النظام في آن واحد في لحظة زمنية واحدة، هنا عشان كده سموه آني في او معادلات آنية. اما النموذج التابعي لابد يكون لا يتم حل فيه النموذج دفعة واحدة زي النموذج الآني، وإنما يتم فيه الحل على مراحل، يعني مرحلة ورا مرحلة، يعني في شكل تتابع يعني. المعاملات الاستراتيجية، تعبر المعاملات عن حلقة السببية بين المتغيرات. احنا عارفين طبعا زي ما قلنا دلوقتي من العلاقات السببية عرفنا ان في اتجاه، بس اتجاه العلاقة السبب ان ده بيأثر في ده، لكن درجة تأثير متغير في متغير مين، الدرجة دي جت منين، او نسبة التأثير اللي بيعكس نسبة التأثير او درجة التأثير هذه هو ما يسمى بالمعاملات الاستراتيجية. هنا المعامل بيقول بيصف درجة الكثافة التي يؤثر بها أحد المتغيرات الخارجية على قيمة المتغير الداخلي. فإذا كانت مثلا التغيرات في الاستهلاك دالة خطية في التغيرات التي تحدث في الدخل القومي، تعال نشوف هتظهر إزاي المعادلة كده. بيقول هنا دلتا تغير في الاستهلاك بيساوي باء في التغير في الدخل، يعني كل ما يتغير الدخل، كل ما يتغير الدخل بمقدار 1 جنيه ألاقي الاستهلاك يتغير بمقدار 1 مضروبة في الباء، يبقى يتغير بنسبة باء. لو باء دي مثلا 5 من 10، الدخل لو اتغير بجنيه يبقى الاستهلاك يتغير بنص جنيه، الدخل اتغير ب10 جنيه الاستهلاك يتغير ب5 جنيه، طالما ليه الباء في نص. الباء دي 9 من 10، الدخل لما يتغير ب100 يبقى الاستهلاك يتغير ب90. ليه؟ إذا درجة التأثير هنا اللي هو باء اللي هو المعامل، وهذا المعامل بنسميه في دالتنا هذه دالة الاستهلاك بنسميه الميل الحدي للاستهلاك. الميل الحدي للاستهلاك يعني إيه؟ الميل الحدي للاستهلاك يعني رغبة الناس في الاستهلاك الناتجة من زيادة الدخل بوحدة واحدة أو بجنيه واحد. كل ما الناس دخلها يزيد بجنيه إيه اللي يحصل؟ للاستهلاك الدخل يزيد بنسبة اللي هو ما يسمى بالميل الحدي للاستهلاك. المعادلة السابقة تقرر أنه كلما كل جنيه أهو يزيد به الدخل القومي يستخدم منه، لو كانت الباء 57% يعني أي إن الدخل هيزيد الاستهلاك هيزيد ب57 قرش. هنا لو دي 57%، فإن المعادلة السابقة تقرر أن كل جنيه يزيد به الدخل القومي يستخدم 57، هنا ما نحطش 100 بقى، لما أقول 57% من الجنيه أو 57 قرش هنا العلامة دي خطأ.
وتمثل المعاملات اللي هنا اللي هي الاستراتيجيه دي بتمثل العنصر الثابت، بنسميها العنصر الثابت او معلمه، بنسميها معلمه، وهذه في لغه الرياضيات بيسموها المعلمات، يعني دايما بتبقى مجهوله او مقدار ثابت. ننتهينا من النموذج وتركيبة النموذج أو العناصر المكونة النموذج، تعال نشوف بقى كيفية استخدام النماذج في حل المشاكل الاقتصادية. بيقول لبان هي اللي بيان هذه الكيفية، بيقول له هنستخدم النموذج، هناخد نموذج اسمه النموذج الكنزي الكامل. النموذج الكنزي نوعين، في نموذج بتساعد بتشرح بشكل مبسط يسمى النموذج البسيط، وفي نموذج اللي هو بياخد كل المعادلات وكل القطاعات الاقتصادية فبنسميه النموذج الكنزي الكامل، وده اللي هنستخدمه في موضوعنا في المقرر هذا العام. فبيقول لي حيث ان المتغير الرئيسي طبعا فيه والمجهول الرئيسي فيه هو الدخل، الدخل القومي. يعتبر الدخل القومي طبعا هنا هيبقى بنسميه متغير تدفق، متغير تدفق. احنا عندنا المتغيرات نوعين، في متغير رصيد وفي متغير تدفق. المتغير التدفق هو المتغير الذي لا يمكن قياسه بالزمن، يعني لا يمكن قياسه الا في خلال فتره، قصدي معتذرة، لا يمكن قياسه الا من خلال الزمن لمده فتره زمنيه معينه، ده يسمى متغير تدفق. واما المتغير رصيد هو الذي لا يعتمد قياسه على الزمن مطلقا، يعني بيتقاس في لحظه زمنيه معينه. يبقى في عندي متغير لازم اقوله في فتره كذا، الدخل القومي في سنه 2000، الدخل القومي سنه 21، الدخل القومي في الفتره الفلانيه ما بين كذا وكذا. اما اجي مثلا اتكلم على السكان، اقول عدد السكان في مصر في اللحظه ده 14 مليون بيساوي، او النهارده عدد السكان النهارده في مصر بيساوي 100 مليون، عدد سكان سنه 2000 كانت 70 مليون، يبقى هنا دي رقم في لحظه معينه. اما متغير التدفق زي الدخل والاستثمار والانفاق كل هذه المتغيرات تعتبر متغيرات تدفق، ليه؟ لانها بتحتاج لتحديد فتره زمنيه معينه اقدر اقيسه فيها. النموذج الكنزي الكامل بيقول لي النموذج بيتكون من حاجتين، جانبين، جانب طلب وجانب عرض، دي الحاجتين الرئيسيين. طيب جانب الطلب بيقول لي بيجي من تفاعل سوقين، سوق اسمه سوق السلع والخدمات، وسوق اخر اسمه سوق النقود او سوق النقد. يبقى انا عندي جانب الطلب هو سوقين، سوقين بيتفاعلوا مع بعض يعملوا دالة اسمها دالة الطلب او جانب الطلب في النموذج الكلي. السوقين دول سوق السلع اللي هو السوق التي تشترى فيه السلع والخدمات، سواء كان لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الاستثمار الخاص اللي هو القطاع الخاص، أو للاستثمار العام اللي هو الحكومة، أو لغرض التصدير. سوق النقود أو سوق النقد هو بقى بيهتم بمحددات عرض النقود والطلب عليه. يبقى سوق النقود هو العرض والطلب، أي سوق في الدنيا هو عرض وطلب، سوق في أي سوق في الدنيا ما هو إلا عرض وطلب. فاللي هنا السوق بتاع النقود هو العرض والطلب على النقود، فهنا بيكلم انه بيحدد لي محددات عرض النقود والطلب على النقود، محددات الطلب على النقود. طيب التفاعل بقى اللي هو السوقين دول لما بيتفاعلوا مع بعض بيكونوا معادلة الطلب او جانب الطلب في الاقتصاد كله. ايه سبب التفاعل ده؟ بيقول لي ان عندي سوق النقود بيؤثر في مستوى الطلب الكلي، دي هنا علاقة دائرية اهي، يؤثر في مستوى الطلب الكلي في سوق السلع. سوق النقود بيأثر في الطلب الكلي في سوق السلع، يعني هنا في سوق اهو، سوق السلع الاقي فيه جزء منه اللي هو الاستثمار. جزء الاستثمار ده اللي هو الطلب، احنا قايلين اهو من ضمن مكونات الطلب الصلب لاغراض الاستهلاك والاستثمار والقطاع سواء خاص وعام والغرض التصدير. اذا دالة الاستثمار هنا بتعتمد اللي هي في دالة في سوق السلع بتعتمد، هناخدها فيما بعد، انها بتعتمد على سعر الفايدة، على سعر الايه؟ الفايدة. وسعر الفايدة ده هاجي الاقيه بيتحدد اصلا في سوق النقود، العرض والطلب على النقود هو اللي بيحدد سعر الفايدة، فسعر الفايدة هو جاي منين؟ جاي من سوق النقود، وبيأثر في مين؟ في دالة من ضمن مكونات دوال سوق السلع. انا الاقي هنا سوق السلع على ايه؟ فيه مجموعه من الدوال، داله الاستهلاك، داله الاستثمار، داله الانفاق الحكومي، داله الصادرات. اذا احد الدوال هذه وهي داله الاستثمار بتعتمد على الفايده، والفايده جايه منين؟ من سوق السلع. اذا دي العلاقه اللي بتربط بينهم، ودي اللي بتخلي فيه تفاعل ما بين السوقين. وفي الوقت نفسه بيقول لي النقود نفسها او الطلب على النقود الاقيه اصلا بيعتمد على مستوى الدخل اللي هو جاي منين؟ من سوق السلع.
اللي هو جاي منين؟ من سوق السلع. اذا الدخل الكلي اللي هيجي جاي من سوق السلع هو اللي بيأثر على مستوى الطلب على النقود، زي ما احنا مر علينا قبل كده ان الطلب على النقود ليه 3 دوافع. من اهم الدوافع بتاعته ان الطلب بدافعي المعاملات والاحتياط، والجزئين اللي هم بدافع المعاملات والاحتياط دول كنا عارفين ان هم بيعتمدوا على مستوى الدخل. عشان كده اني هلاقي هنا علاقة دائرية، ودي هذه العلاقة الدائرية هي اللي بتخلق تفاعل ما بين السوقين مع بعض، ومنهم بيخلق لي او بيقدر يطلع ما يسمى بدالة الطلب الكلي. يعتمد النموذج الكنزي في الاجل القصير. بيقول لي بيعتد النموذج الكنزي بالاجل القصير، يعني ايه؟ بيقول لي هو نموذج اجل قصير وليس اجل طويل. ليه بقى؟ لانه قال لي بيهتم بمشاكل النمو الاقتصادي، لا يهتم بمشاكل النمو الاقتصادي، انما يهتم بالتقلبات الاقتصاديه. بالتقلبات الاقتصاديه، التقلبات الاقتصاديه دي حاجات قصيره الاجل، شهرين 3 شهور، دي الدوره الاقتصاديه. في حين النمو الاقتصادي ده بيبقى عايز 5 سنين، 10 سنين، 20 سنه، اللي هي تنميه اقتصاديه، يعني تغيرات هيكليه في التنميه الاقتصاديه. عشان كده النموذج الكينزي هو نموذج بيعتمد على الاجل القصير. وده احنا عارفينه ليه؟ احنا عارفين انه طبعا هيبقى فيه داله اسمها داله الانتاج، وداله الانتاج احنا عارفين المفروض ان مرت علينا في التحليل الجزئي وسنه اولى ان داله الانتاج عندي ممكن التحليل في الاجل الطويل وتحليل داله الانتاج في الاجل القصير. الاجل الطويل بيكون عندي، الاجل القصير بيبقى عندي كل عناصر الانتاج ثابته ما عدا عنصر واحد اللي هو العمل، اما في الاجل الطويل كل عناصر الانتاج بتتغير. كل عناصر الانتاج بتتغير، هنا نفس الكلام. فبقول لي في الاجل هذا هنا عندنا داله الجانب العرض في الكلي، جانب العرض الكلي هنا احنا اتكلمنا على جانب الطلب جاي من سوقين، سوق النقود وسوق السلع والخدمات. طب جانب العرض الكلي قال لي جاي من حاجتين، هيبقى جاي من سوق العمل وجاي من داله الانتاج. جانب العرض اهو في الاخر، كانت اخر سطرين اهو، منحنى العرض الكلي هيتوقف على سوق العمل وداله الانتاج في الاجل القصير. ده جانب العرض. فجانب العرض هنا بيعتمد على داله الانتاج. داله الانتاج دي هنا احنا وصفناها بالاجل القصير، فبقى النموذج كله نموذج اجل قصير. طب ليه هي داله الانتاج اجل القصير؟ قال لي لان بيكون بيفترض هذا النموذج ان رصيد راس المال، قوه العمل، الارض، مستوى التكنولوجيا، كل ده ثابت. مين بس اللي بيتغير؟ قال لي اللي بيتغير هو الكميه المستخدمه من العمل. الكميه المستخدمه، اي ان الناتج لا يعتمد فقط الا على العمل، كل ما يتغير العمل الناتج يتغير، كل ما يتغير العمل يتغير الناتج. ليه؟ باقي عناصر الانتاج ثابته. ولذلك هنا طالما ان عندي جزء من عناصر الانتاج متغير والباقي ثابت، يبقى انا هنا في اجل قصير. اما لو كان كله عناصر الانتاج بتتغير يبقى انا في الاجل الطويل. ايه الفرق بين كلمه اجل قصير واجل طويل؟ اجل قصير معناها فتره قصيره نسبيا لا تكفي لتغيير كل عناصر الانتاج. اجل قصير معناه انه فتره قصيره لا تكفي لتغيير كل عناصر الانتاج. اما الاجل الطويل هي اجل او فتره طويله نسبيا تكفي لتغيير كل عناصر الانتاج. ده تعريف الاجل القصير والاجل الطويل باختصار عشان اذكرك بيها عشان لو انت ناسي. هيكل النموذج الكنزي ومتغيراته. اول حاجه بيقول لي عشان نقدر نعرف النموذج لازم نتعرف على الهيكل بتاعه ومتغيرات النموذج سواء كانت داخليه وخارجيه. تعالى ثم اذا عرفنا الهيكل وعرفنا كيفيه بنائه هنقدر نشوف ازاي نقدر نحل هذا النموذج جبريا من اجل الوصول لقيم التوازنيه للمتغيرات الداخليه في النموذج. اذا اي نموذج عشان احله يبقى عايز احل عشان اجيب قيم المتغيرات الداخليه اللي في هذا النموذج. طب انا لما بعرف المتغيرات الداخليه ايه اللي هستفاده؟ قال هستفاده فيما بعد لما احل المتغيرات النموذج واعرف كل معادلات النموذج، اقدر استخدم النموذج ده في التنبؤ في حل المشاكل. ازاي؟ قال لما تيجي تغير اي اداه او من ادوات المتغيرات الخارجيه، اللي هي المتغيرات الخارجيه بقى، وهذه المتغيرات الخارجيه تعتبر ادوات سياسه بالنسبه لي، اما سياسه ماليه او سياسه نقديه او سياسه ضريبيه، سياسه مثلا تجاريه او غيره. فايا كانت السياسه هتغير المتغيرات الخارجيه، لما تتغير المتغيرات الخارجيه الداخليه بتتغير. اذا اقدر اشوف تاثير المتغيرات الخارجيه على المتغيرات الداخليه وايه اللي هيحصل، والتحليل اللي هنستخدمه في هذا المجال يسمى بالتحليل الساكن المقرن. الساكن المقارن، تحليل ساكن مقارن يعني ايه؟ يعني تحليل ساكن ما بياخدش الزمن في الحسبان، لكن مقارن باخد نقطة توازن في لحظة معينة ونقطة توازن في لحظة بعدها.
في فترة بعدها، وقارن بين التوازن ده والتوازن ده، وإيه اللي حصل نتيجة لتغير التوازن. لما غير متغير خارجي إيه اللي يحصل؟ التوازن هيتغير، ولما يتغير التوازن فيه متغيرات كتيرة جدا هتتغير، يبقى أشوف أثر المتغير اللي غيرته على المتغيرات الداخلية اللي عندي. وهذا هي الفكرة من حل النموذج. طبعا هنا بقى هبدأ أتكلم على النموذج الطلب الكلي. أنا هتوقف عند هذا الجزء، لأن طبعا تحميل المحاضرات بوقت طويل بيبقى فيه مشكلة، فأنا هخلي المحاضرة دايما هتبقى جزئين، منها تبقى سهل بالنسبة لك تاخدها برضو تبقى حاجة بسيطة كده ما تملش، ومنها أنا كمان أقدر أحملها ومبقاش فيه مشاكل في رفع المحاضرات، لأن المحاضرات أكتر من نص ساعة بنقلها للزملاء عن طريق الواتس، ما بتتنقلش أكتر من نص ساعة على الواتس، فالرابط بتاعها. فأنا هكتفي بهذا القدر ونكمل في جزء آخر إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.